رجعت لكم اليوم فيديو جديد حابة أتكلم فيه عن جهاز تنظيف البشرة الجديد. I think هو متوفر في السوق من سنة تقريبا، بس بالنسبة لي جديد لأني توني من أسبوعين إلى 3 أسابيع بديت أستخدمه، وقلت لازم أخبركم عنه لأنه طلع عجيب. طبعا مثل ما تعرفون أهم خطوة في العناية بالبشرة هي تنظيف البشرة. تنظيف البشرة يتم مرتين في اليوم، الصبح وفي الليل، عن طريق استخدام منظف البشرة اللي يناسب احتياجات بشرتك. لكن الجهاز اللي أنا اكتشفته مؤخرا يساعد في تنظيف أعمق للبشرة. طبعا الجهاز هو Olay Regenerist Micro Sculpting Super Cleaning System. هذا الجهاز يوصلكم بهالشكل، أول ما تشترونه يكون بهالطريقة. يوم تفتحونه داخل العلبة يكون الجهاز نفسه اللي يستخدم في تنظيف البشرة، مع الفرشة، فرشة الوجه اللي تركبونها على الجهاز نفسه، مع البطارية لأنه هو مش بالشحن بالبطارية، ومع منظف خاص منزلينه مع هذا الجهاز. أنا تقريبا وصلني الجهاز من يمكن 6 شهور. صراحة ما تشجعت إني أجربه لأني حسيت إنه بيكون مثل باقي الأجهزة اللي متوفرة في السوق. طبعا مثل ما تعرفون في عدة أجهزة لتنظيف البشرة متوفرة في السوق، في منها الغالي في منها المتوسط سعره. جربته مؤخرا، قلت بجربه لأنه موجود عندي من زمان وأنا ما جربته. طريقة تركيب براويكم إياها وايد سهلة، مجرد انكم تحطون الفرشة هني، البطارية تركبونها بعد، ومن بعدها تشغلون الجهاز. طبعا الجهاز فيه مثل زر، ما ادري اذا بيسوي فوكس او لا، هذا الزر لتشغيل الجهاز، وهذا الزر يتحكم في السرعة. يعني الحين بشغل لكم اياه، هذا الزر يا انه يخفف السرعة او يزيدها. من مزايا هذا الجهاز انه استخدامه لتنظيف البشرة يعطيك نتيجة افضل من استخدام الاصابع مع المنظف ب4 مرات. طريقة استخدام الجهاز سهلة جدا. اول شيء تبللون الفرشة شوية وتكون البشرة بعد مبللة شوية، من بعدها تاخذون المنظف تحطون شوية منه على الفرشة، ومن بعدها تشغلون الجهاز، من بعدها تمررون الجهاز على البشرة مع المنظف. طبعا بيبدأ ينظف البشرة ويقشرها بلطف لمدة دقيقة. من الأشياء اللي حبيتها أكثر شيء في جهاز Olay Regenerist Cleaning System أنه الفرشة وايد ناعمة، لدرجة أني أنا قدرت أني أستخدم الجهاز كل يوم على البشرة صبح وفي الليل من دون ما أعاني من أي تحسس على البشرة من الجهاز. لأني قبل جربت أجهزة ثانية من نفس النوع، لكن لاحظت أنه البرش والبرسلز تكون وايد قوية على البشرة فتخليها جافة نوعا ما، بس مع هالجهاز أبدا ما حصلت هاي المشكلة لأن البرسلز وايد سوفت على البشرة. ثاني شيء وايد حبيته في هالجهاز وما توقعته، انه مصمم بشكل انه يوصل كل زوايا الوجه اللي اليد ما تقدر توصلها بسهولة. يعني يقدر انه يوصل داخل الزوايا اللي عند الانف، يوم تستخدمونه تحسونه يتحرك مع شكل الوجه على البشرة، فوايد يسهل عملية التنظيف. وهو الجهاز الوحيد اللي جربته من هاي النوعية والمتوفرة فيه هذه الخاصية الممتازة. من الأشياء اللي أحبها وايد في هالجهاز بعد إني من عقب ما أشيل الميك اب عن طريق استخدام الوايب أو الميك اب ريموفر أتأكد من أن البشرة صارت نظيفة من بعد ما أستخدمها مع المنظف، لأن أحس أنه يشيل كل بقايا المكياج على البشرة.
أشوفها أبدأ أشوفها على البرش، لكن من عقب ما أنظفها ترجع بيضة مثل ما هي ونظيفة. وطبعا الفرشة تقدرون تستبدلونها كل فترة، كل شهر، شهرين، 3 شهور، الفترة اللي تحسون فيها أنكم لازم تستبدلون الفرشة بوحدة جديدة تكون أنظف للاستخدام على البشرة. المستحضر الثاني اللي حبيته هذه الفترة هو Olay Regenerous Micro Sculpting Super Firming Serum. طبعا هذا السيرم يستخدم بشكل أساسي لمحاربة علامات تقدم سن البشرة من الفاين لاينز والتجاعيد وغيرها. اللي حبيته فيه طبعا شكله حلو، طريقة البامب وايد حلوة، يوم تحطونه يكون بهالشكل. ريحته وايد وايد حلوة، ملمسه على البشرة وايد 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 حلو، وتمتص البشرة بسهولة ويعطي مثل كولينج إفكت. طبعا استخدم السيرم عقب ما استخدم الأولي ريجينرست كلينينج سيستم، لان البشرة تكون نظيفة ومستعدة انها تتشرب الانجريدينتس اللي موجودة في السيرم. ومثل ما تعرفون السيرم يكون اقوى من المويسترايزر لانه يتغلغل داخل المسامات. واللي احبه في هذا السيرم مثل ما قلت لكم ملمسه وايد ناعم على البشرة ويعطي مثل كولينج افكت، سموثينج افكت، وريحته حلوة. ف I'm addicted to this one، وايد احبه. كنت استخدمه قبل كم من سنة وفجأة قطعته ما اعرف ليش، بس الحين I'm glad ان I rediscovered it لانه فعلا وايد حلو على البشرة. اخر خطوة هي استخدام الكريم المرطب، وهو Olay Regenerous Micro Sculpting Super Anti-Aging Cream. الحلو في هذا المرطب طبعا ريحته وايد حلوة نفس السيرم، لكن يتميز بانه قوامه وايد ثيك، فيوم تحطونه على البشرة تحسونه فعلا فعلا يرطب البشرة بشكل وايد حلو. تستخدمونه صبح وفي الليل، طبعا الصبح تقدرون تحطونه ومن بعدها تحطون كريم المرطب والميك اب كالمعتاد، في الليل اخر خطوة من نظام العناية بالبشرة. البشرة اللي انا استخدمها حاليا، ووايد فرق وياي من ناحية تنظيف البشرة، التقشير، السيروم والترطيب. حلو ان الواحد يبدأ يهتم بشرته من عمر صغير، صح ان هذا اللاين موجه لمكافحة التجاعيد والخطوط، لكن طبعا مثل ما تعرفون لازم الوحدة تبدأ تحارب هذه التجاعيد والخطوط من قبل ما تطلع، من عمر 25 سنة تقريبا وفوق. أتمنى أني أكون فدتكم في هذا الفيديو من تجربتي لهذه المجموعة، واكتبوا لي شنو تبوني أتكلم عنه في الفيديو الجاي. و thank you so much for watching، أشوفكم في الفيديو الجاي. Bye.